مدرسة الهلال تعلم وتدرس في كل مكان وزمان، يعني وعنوان رئيسي انه كارلو يعني بالتخصص يهدي الهلال نقاط الصدارة اللي جعلته ينفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط مباراة كاملة عن أقرب ملاحقيه الشباب. كارلو يسجل في مباراة الدور الأول وسجل، كان معه فاز الهلال بالثلاثة، كان معه جوميز ومعه أيضا سالم الدوسري. اليوم هو من يهدي الهلال نقاط المباراة. بصراحة بصراحة أنا بس بقول للجمهور الهلالي والإعلام الهلالي، إلى ما قبل فترة قريبة جدا انتقدتم الإدارة بشكل غير طبيعي، وطالبتم حتى فهد بن نافل اللي في جلوسه على الكرسي جاب الهلال ثلاثية لم يسبق لأي رئيس جابها، تحدث عن دوري أبطال آسيا، كأس الملك، الدوري، وكل هذا المجد اللي صنعه هذا الرجل، وتجون تطالبونه بالاستقالة. شيء من الهدوء، الهلال دائما غير مخترق، الهلال ما حد يقدر يتسلل على أسواره، الأعضاء شرفه ورجاله متحكمين في القرار ومقفلين في سياج لا أحد يستطيع أن يصل إليه، لذلك الهلال من السهل جدا أن يستطيع أن يعود، سهل جدا أن يعود. اليوم زي ما قال أبو تركي، ترى القادسية فريق مش سهل وفريق ثابت إلى حد كبير في أدائه. أنا أقول لك خرج من كأس الملك وفي رأيي ما كان يستحق أن يخرج، لكن مشكلته أنه قابل التعاون والتعاون في أوج عطائه. اليوم مشكلته أيضا أنه قابل الهلال وفي الرياض، أوكي، والهلال في عملية استشفاء واضحة جدا. ياسر الشهراني يعود إلى مستواه، سالم الدوسري، فيتو اللي فعلا كل الناس كانت تقول قميص الهلال يخب عليه حرام ورزفان للأمانة وللتاريخ، هذا راح، أوكي. كان يقول مع الزميل فيصل ملوقي أنا سامعها، يقول أصبروا عليه وحتشوفون. فعلا بعض اللاعبين ترى يا أبو ترى والهامسون أول ما جاء نفس الحكاية، ما يتأقلم بسرعة. أنا بصراحة اللي ثابت دائما وغاب مرة 70 يوم ورجع في مباراة مهمة اللي هو عبد الله المعيوف، أعجبني عيسى الحربين لما وصفها اليوم بوصف قال المعيوف صاحب معروف، فعليا هذا يعني وصف لسان كل مشجع هلالي، كل إعلام هلالي، لأنه بصراحة اليوم المعيوف رد كور أنقذ الهلال وخلى الهلال يضمن 3 نقاط. عموما عشان عندك مباريات كثيرة، نقول الهلال استحق الصدارة، الهلال إذا يعني استمر بهذا العطاء وبهذا التصاعد صدقني سيحافظ على اللقب مرة ثانية.